جاء في برنامج نور على الدرب إجابة لأحد العلماء عن الواشمة أن المراد هو إزالة شعر الحاجبين كاملا، أما إذا كان المراد أخذ بعض الشعر من الحاجبين أو تسويته فإن هذا جائز، فما رأي سماحتكم في هذا، علما بأن الشيخ المذكور روجع في الإجابة ولكنه أصر على ما قال ولا يرى في ذلك بأس؟ هذا هو الواشم، هذا ليس هذا هو الواشم. الواشم هو أنه يغرز يده ووجهه بالإبرة ونحوه حتى يخرج الدم ثم يحشره بالنيل أو بالفحل أو غير ذلك، هذا يسمى الوشم. أما الذي ذكرته من جهة الحاجبين هذا هو النمص، رسولنا على النامصة والمتنمصة، والنمص أخذ الحاجبين وشعر الحاجبين أو بعض شعر الحاجبين، فالذي نعلم من السنة أن النمص يشمل أخذ الحاجب أو بعضه، كله ممنوع سواء كله أو بعضه، هذا هو ظاهر الحديث. نعم. نعم. اليد والرجلين ما نعرف شيء، شعر اليد والرجلين ما نعرف شيء. امرأة أرضعت بنت أختها لمدة 9 أيام، وبعدما تطلقت المرضعة من زوجها وتزوجت ثاني في عصمته أرضعت. طيب مسائل أخرى يستطيع صاحبها يكتب لنا إذا ما سألت كتابا لنا أو للطالبين في وقت أو العلماء الآخرين.